بالنسبه للمنتجات اللي غادي تشوفوا معايا اليوم، فهي عباره على واقيات الشمس دي زيكرون سولير اللي خاصين بجميع انواع البشره. كاينين هنايا ديال البشره الجافه، البشره الدهنيه، البشره المختلطه، لي تانتي، لي انفيزيبل. المهم كلشي غادي تعرفوا عليه من خلال الفيديو في صندوق الوصف. غادي نبدا لكم اول حاجه بهاد لاغام ديال بيوديرما. لاغام ديال بيوديرما كما كتشوفوا هاد ثلاثه لي زيكرون كاملين كيبانوا متشابهين، ولكن راه كل واحد ولاش كيليق. بالنسبه لهادو اللي مكتوبه فيهم كريم، فهما عباره على دي زيكرون سولير اللي خاصين بالبشره الجافه. وبالنسبه لهادو اللي مكتوبه فيهم فلويد هنايا، فهما ديال البشره الدهنيه في اي اكرون كيف ما كان. بالنسبه لهادي فهي اكرون كريم تانتي، هادي الانفيزيبل ديالها، هادي التانتي، هادي ديك التانتي اللي هانتوما دايرين هاد اللون هذا، كتعطي هاد اللون هذا في البشره. وكاين هاد النوع هذا. بالنسبه لهاد النوع هذا اللي كتشوفوه هنايا، فهو عباره على اكرون سولير اللي كيفتح اللون ديال البشره، يعني كيحيد التصبغات، ولا يعني ماشي غير كيوقي من الشمس، كيوقي من الشمس وفي نفس الوقت كيحيد لك حتى دوك الاثار ديال الاسمرار ديال الشمس، دوك التصبغات اللي كتخليهم الاشعه ديال الشمس. يعني كريم واقي شمسي اللي هو مفتح للبشره. الاثمنه ديال جميع هاد المنتجات هادو راه غادي تلقاوهم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. بالنسبه لهادو فهما ديال لابو غراس، يعني البشره الدهنيه والمختلطه. كاين هذا النوع، هذا هو الانفيزيبل، وهذا هو التانتي ديال. بزاف منكم كانوا كيسولوني على اكرون سولير اللي خاص بالاطفال، كاين هذا سولي بيافين اللي خاص بالاطفال. والثمن ديال هاد ليكرون سولير راه بالمقارنه مع ديال لي مارك الاخرين او لي لابوغاتوار الاخرين، لي زيكرون سولير ديال الاطفال عندهم تيكون الثمن ديالهم غالي بزاف. هذا ثمنه مناسب جدا، كلشي غادي نخلي لكم جميع المعلومات عليه اسفل الفيديو في صندوق الوصف. هذا ليكرون 8882، هذا بزاف منكم كانوا سولوني عليه، هضرت عليه فواحد لا فيديو. ايكرون سولير هذا فيه جوج نوع نورمالمون، ولكن هذا اللي كتشوفوا هنايا هي لانفيزيبل ديالو. غادي نخلي لكم الثمن ديالو اسفل الفيديو في صندوق الوصف. هي راه ناقصه الاثمنه لكل شيء، فالثمن غادي يجيكم مناسب بزاف. بالنسبه لهذه دايلونغ اكتينيكا، فهي عباره على واقي شمسي ديال الناس اللي عندهم بشره حساسه 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 بزاف بزاف للشمس، والناس اللي عندهم ديجا يعني شي مرض ديال سرطان الجلد، فكيستعملوا هاد لاكتينيكا. هذا الثمن ديالو ايضا راه مناسب جدا. غادي نخلي لكم جميع الاثمنه في صندوق الوصف. هنايا راه قسمت لكم هادو ديال البشره الجافه وهادو ديال البشره الدهنيه. المهم نهضروا على هادو ديال البشره الجافه. كاين هاد سيتافيل، هذا ايكرون سولير سيتافيل، غزال بزاف، مقاوم للماء، ما فيهش عطور نهائيا، وما كيسببش الحساسيه. كاين هذا يو في بي، هذا كريم سولير اللي هي انفيزيبل، كتليق لجميع انواع البشره، ايضا مقاومه للماء. كاين هذا ديال افين، افين راه مختبر اللي هو معروف، وهاد ليكرون راه معروفه بزاف منكم غادي يكونوا مجربينها، راه زوينه بزاف. وكاين هذا ديال البشره الجافه بزاف بزاف بزاف، هاد لاغوش بوزاي ديال البشره اللي جافه بزاف اونتيليوس، هذا راه فيه شكل واحد، فيه انفيزيبل فقط ديال البشره الجافه بزاف بزاف. يعني البنات اللي عندهم بشره جافه تقدروا تستعملوا هذا الواقي الشمسي هذا. وكاينه هذه ميلا سكرين ديال مختبر دوكراي، وكاينه افين، وريتكم قبيله افين هنايا. بالنسبه لهاد جوج فالفرق بيناتهم، هذه كتعطي واحد اللون غوز، كتليق لجميع انواع البشره، يعني ممكن اي نوع ديال البشره يستعملها، كتجي مع كل شيء. وبزاف الناس اللي عندهم بشره يعني ما كتحملش الاشعه ديال الشمس. وبالنسبه لهذا النوع هذا فهو فقط خاص بالناس اللي عندهم بشره جافه، وهو تنتي. بالنسبه لهادو اللي كتشوفوا هنايا، كاين هنا مختبر افين و اس في ار، مختبر اس في ار، هادو ديال لي بو غراس كاملين، سواء هادو اولا حتى هادي. الفرق اللي كاين هادي هادو انفيزيبل بجوج، وهادي تانتي، هادي ديال مختبر اس في ار هي، وهادي
هذه هي التانتي ديالهم، وهذه هي الانفيزيبل ديالو، وهذه حتى هي راه انفيزيبل ديال مختبر افي. الاثمنه كلشي غتلقاوهم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. كاينين هادو ديال مختبر كالين، فيهم جوج انواع، هادي ديال جميع انواع البشره، يعني سواء بشره جافه دنيا حساسه يقدروا يستعملوها. اما بالنسبه لهادي فكتلق البشره العاديه والبشره الجافه جدا، يعني هادو هما الفرق بيناتهم. وهادي اللي شويه تنتي على هادي. دونك الاثمنه راه كلشي غادي تلقاهم اسفل الفيديو باش ما يكونش الفيديو طويل. كاين هادي سولي بيافين، وريتكم قبيله سولي بيافين ديال الاطفال اللي هي هادي، وكاينه سولي بيافين ديال الناس الكبار. هادي كتليق للناس اللي عندهم بشره دهنيه، الناس اللي مجربين شي اكخون من هاد لي زيكخون هادو يكتبوا الراي ديالهم اسفل الفيديو في التعليقات. وكاينين هادو غادي ندوي لكم على هادو. كاينه هادي فلوكسيا، بزاف منكم تيسولوا على هاد لو برودوي هذا ديال مختبر فلوكسيا. هاد الواقي الشمسي هذا كيليق لجميع انواع البشره، لي سي بي اف ديالو 50، غادي تلقاو الثمن ديالو اسفل الفيديو في صندوق الوصف. المختبر ديالو مختبر فرنسي. كاينين هادو، هادو بثلاثه كلهم دي زيكرون سولير اللي خاصين بالبشره الجافه. هذه ديال مختبر اس في ار، هذه ديال مختبر اسرين، هذه ديال ايسيس فارما اللي هنايا. الاس بي اف ديال هذه 50 50، وهذه اس بي اف ديالها 80. غادي تلقاو جميع الاثمنه ديالهم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. وهادو راه كلهم عباره على دي زيكرون سولير لي انفيزيبل. اي وحده بغات شي اكرون سولير من هادو، او لفيت لها مجربه شي اكرون سولير من هادو يعني موالفه عليه وبغات تاخذوه بثمن اللي هو ناقص، راه غادي تلقاو رقم الهاتف اسفل الفيديو، تقدروا تواصلوا مع اصحاب البارا وغادي يصيفطوا لكم، وغادي يصيفطوا لكم العنوان ديال البارا، وغادي تجيو تاخذوه بثمن اللي هو ناقص بزاف مقارنه مع لي بارا الاخرين. المهم راه غادي تلقاو اي اكرون سولير بغيتوه. كاين هنايا راه تقريبا كاع الانواع اللي المختبرات اللي معروفين، المختبرات الفرنسيه اللي معروفين راه كاينين هنايا. كنتمنى تكون لا فيديو عجبتكم واستفدتوا منها. الى عجبتكم لا فيديو فحاولوا تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر الموجود اسفل الفيديو. الى كنتم مازال ما مشتركينش جمع عليكم الفيديو اخر ان شاء الله.